السادة الحضور، سنراقب هذا اليوم. لا بد أن نترحم شهداء الثورة قبل أن نبدأ كلامنا، وأن ندعو جميعا لشهداء الثورة أن يتغمدهم الله في بكيه. انتوا كلاب حماية القصر، انتوا كلاب حماية القصر، نحن أولياء الشهداء الذين ضحوا من أجل رفعة هذا الوطن، ولولاهم ما كنا نقف الآن، ولولاهم ما كان صوت في مصر، خاصة وأن تكممت الأقواس لسنوات طويلة. المجد للشهداء. لقد مارس فينا المهزمون الرئيس المخلوع وأعوانه، لقد مارس التعذيب في هذا الشعب والتنكيل، حتى انه لم يخرج في مصر الا ومرض من السرطنة والمبيدات المسرطنة التي استوردها من الكيان الصهيوني يوسف والي ورعاية محمد حسني مبارك الذي باع مخدرات هذا الوطن. يوسف حسني مبارك الذي تحالف مع العدو الصهيوني، حسني مبارك الذي رضاع مقدرات هذا الوطن. يا سيد الرئيس، نحن اصحاب الدعوات لله في وضح النهار وفي غسق الليل وفي هدوء الليل وفي صخب المظالم حولنا، وانه ليس بين الله وبين دعاء المظلوم حجاب. ونص في حديثه القدسي: لقد حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. وها نحن شعب مصر وقد ظلمنا جميعا لمده 30 عاما. ذاق بها الشعب العذاب والتنكيل، كم اتصت السجون بالمعتقلين الذين اعتقلوا ظلما في عهد حسني مبارك، وكم من الاسر التي تشردت في عهد حسني مبارك. وكل من رفع صوته وقال لا كان مصيره التنكيل والتعذيب والعزل والجور والسجن. لنا مهما نعدد لن نستطيع ان نعدد الجرائم التي ارتكبها حسني مبارك واعوان نظامه طوال 30 عاما، ولكن سنطرح على حضراتكم بعضا من هذه الاتهامات في عجاله سريعه. انها ليست كل الاتهامات، بل لا يوجد شارع في مصر الا وأدير من حكم حسني مبارك، ولا توجد اسره من اسر جمهوريه مصر العربيه في النجع والكفر والعزبه والحي وكل مكان في مصر الا وأدير من جراء هذا الحكم. إن كل شهيد من الشهداء الذين سقطوا ضحية لهذا النظام الغادر منذ عام 1981 وثورة 25 يناير يستحق أن يعدم من أجل حسني مبارك وأعوان نظامه. الإعدام لمبارك، الإعدام لأعوانه، الإعدام للطلبة، الإعدام للوطن والمسلمين، الإعدام، الإعدام. لمجلسي الشعب والشورى والاستفتاء منذ جميع الاستفتاءات التي تمت على مد حكمه لمده الوقت، الاحكام القضائيه التي صدرت بالمئات بل بالالاف التي اثبتت ان الانتخابات مزوره. لقد قام حسني مبارك في عام 2008 بتهريب المدعو ممدوح اسماعيل من مصر الذي قتل اولادنا في العباره.
قتل اكثر من 200 جندي مصري على الحدود المصريه. يستحق لاجل كل جندي من الجنود الذين قتلوا ان يعطى بحسن مبارك واحوال. القصاص القصاص. العصي مبارك قد تعاون مع المخابرات الإسرائيلية والأمريكية في زرع الحرب في جنوب السودان والدول العربية، وعاون في احتلال العراق. إننا لو عددنا، لو ظللنا ماكسين ما أماكننا وعددنا الجرائم ما انتهينا منها، ولو ظللنا على هذا الحال سنة أو أكثر. إن حسني مبارك يستحق أن تدون أكثر من 30 عاما، يوما بيوما، كل يوم في جرائم تستحق أن يعدم لأجلها. لا بد من أن إذا عددنا الجرائم التي ارتكبها حسني مبارك فلا تفوق القصر. وإنني أتوجه إلى هيئتكم الموقرة واضعا بين أيديكم دماء الشهداء، واضعا بين أيديكم عذاب أمهات الشهداء وعذاب أبهات الشهداء وأخوان الشهداء الذين حاسوا الآن أن دماء أبنائهم قد ضاعت هدرا. القصاص 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 القصاص. شكرا جزيلا. الآن مع رئيس المحكمة الأستاذ محمد الضباط. حول الفساد في مطار القاهرة، يليه الأستاذ طارق شرف
المطار، هذا المطار بس الذي ظهر فيه وحدث فيه العديد من حوادث الطيران التي تم التحقيق عليها، وهي تشمل حادثه اصطدام الطائره الخاص F-130 بتاريخ 2/4/2010 وحادثه حريق الطائره البوينغ 7/2011 إن التقرير الفني من هندسة الطيران المدني بجامعة القاهرة يحتوي على عدة مقاطع التي تم إهدار مبلغ 3,300,000,000 جنيه من دم شباب الوطن. إذا تحدثت عن فساد الطريق أحمد شفيق سوف أتحدث عن فسادي وفساد لواءات القوات المسلحة الذي عينهم الفريق أحمد شفيق بالمخالفة للقوانين. لقد ساعد حزبة الطيران المدني ما لبس أحمد شفيق أو ما لبس إلا أن عين لواءات القوات المسلحة المتقاعدين على المعاش مديرين لأمر مصر للطيران في الخارج لتحد صارم لكل القوانين وقانون مصر للطيران لائحة ما تنص على أنه لا يعين الفرح في الخارج إلا بعد أن مضى على تعيين 15 عام مقتصرة منهم 5 سنوات في قطاع التجارة. يعني سيادة المستشار أوضح للكافة لما سيتم تعيينهم هذا مرتب عهد لواءات القوات المسلحة وهو اللواء عبد الحميد مصطفى وأحمد شهاب لواء قوى الجوية الذي عينه الفريق أحمد شفيق. غدا إيه الغدا ده؟ يا فقاد راتب 16,281 يورو أي ما يجاوز 160,000 جنيه بالمخالفة للقوانين. الفريق أحمد شفيق لم يفسد لواءات القوات المسلحة فقط بل أفسد القضاء وتواطأ مع مستشار في مجلس الدولة وهو مستشار حالي في إحضار المال العام وهو المستشار أحمد سعيد مصطفى البيه نائب رئيس مجلس الدولة الحالي. المستشار أحمد سعيد مصطفى البيه في عام 2003 كمستشار للشركة المصرية الخاصة للقطارات والملاحة وقد أصدرت فتوى باعتبار أعضاء ورئيس مجلس الإدارة من العاملين في الشركة بالمخالفة للقانون. وقد قام الفريق أحمد شفيق بتعيين مستشار عضو مجلس إدارة الشركة. المستشار يكتسب صفة التاجر فإن يتحقق له بقرار تعيين نائب رئيس مجلس الدولة تاجر نائب رئيس مجلس الدولة الحالي المستشار أحمد سعيد مصطفى البيه. وإني في الختام أطلب تطبيق عضو مجلس إدارة المطارات ورئيس النقابة.
كابتن كبير. فريق الاتحاد كلها فريق. الفريق احمد شفيق جه دمر الطيارات البدنيه. الفريق احمد شفيق خد القرار وصفر وزير الطيران البدني بتاعه اللي هو سيد مناع اللي يجيب شركه يهوديه تدير الاجواء الحره في مطار الطيران. السيد الرئيس السيد الرئيس هو ده الفريق احمد شفيق. بألف 34 مصري قالوا في عرض
الفاضل الشريف قاعد الدولة تأسينا أنا الولادة القصاص القصاص أعداءك أعداء الدين اللهم ابدأ بتدميرهم يا رب العالمين اللهم عليك بمن قتل المصريين اللهم عليك بمن أصاب المصريين اللهم انتقم منهم يا رب العالمين هذه شهادة حية من ميادين مصر ميادين الحرية ميادين الثورة ميادين العزة والكرامة ميدان رمسيس يوم 28 يناير 2011 هذه الجمعة كانت للقصاص وإظهار الغضب من أجل الشهداء من أجل حرية وكرامة الشعب المصري استعرضنا الانتهاء من شهادة الشهود.
لغاية ما وصلنا بعد صلاة المغرب عند آخر الكوبري، وساعتنا القوة دي انسحبت جوه ميدان التحرير وتمركزت، وساعتنا لقينا الميدان كله كثافة كبيرة من قنابل الغاز وكثافة كبيرة من رصاص الحي، بنسمعه بودنا ما بتشوفوش، بنشوف الجثث تقع وتشوف تشلو. اخواني مش عارف اقول لكم، انا بقول شهادتي دي لله مش لحد. اما لفينا الناحية التانية، لان احنا ما عرفناش نخش ميدان التحرير من عند ميدان سان بوليفار، لقينا قوة دي الامن بتضربنا، ولقينا عربيات الجيش والشرطة العسكرية جاية للسفارة الامريكية، وعندها خرجت عربيات السفارة الامريكية اللي لونها ابيض تدوس على المتظاهرين. كانوا اكتر من اربع عربيات اتحركوا علينا، بيسوقوها الناس بسرعة كبيرة، داسوا الناس. قوة الجيش جت سجدنا وقلنا يا رب يحمونا، ما حموناش، سابوا العربيات تدوسنا لغاية ما الناس قدرت توقفها. دي شهادتي قدام التاريخ، دي شهادتي قدام ربنا، نطالب بالقضاء.
المحصي على الحكم بالإعدام. إذن قدرت كافة الأموال التي تربحوها والتي كسبوها بطرق غير مشروعة. المعنية لكي تأخذ به وتنفذه عن طرق عن الطريق القانوني لما هو مستقر. وشكرا لحضراتكم وربعة الجلسة. ولكن يا احمد يا رفعت ان لعنه دم الشهداء ستطال